السلام عليكم ورحمة الله طلاب، شلونكم؟ شو أخباركم؟ أهلا وسهلا بكم في قناة أور ميديسن. راح ناخذ هسه اللي هو محاضرة الجراحة العامة سلسلة الاستومك. هذه المحاضرة جدا مهمة، وهي هاي السلسلة مع الأمراض المعدة جدا مهمة. اليوم احنا راح نبلش ناخذ أول محاضرة اللي هي عن الأناتومي، عن الفيزيولوجي، عن الهيستولوجي، يعني كل ما يتعلق كإنترودكشن بالنسبة للاستومك والشغلات اللي تهمنا. شفت أسئلتكم وشفت التغيرات هسه اللي جاي يصير من ناحية الأسئلة، تمام؟ ولذلك أنا أيضا راح أحاول أغير بشرحي، ما راح أبقى بهذا المستوى. فإيش راح أصير؟ راح أسوي هو كالآتي. أولا راح أشرح على المحاضرة وأربط بتطبيق 3D إذا احتاج الأمر، وبعدين في نهاية المحاضرة أخلي كيس سيناريو، كيس من اللي يواجهني، تمام؟ بحيث أنا أضيف معلومات، هاي المعلومات وفقا للدروجز اللي شفتها، هاي المعلومات سوري هاي المعلومات وفقا للمصادر اللي انا قريتها، هاي المعلومات وفقا للسيشنات اللي انا ماخذها، بحيث حتى اكو ملخصات راح ادسها من سيشنات من ادويه، باعتبار اكو محاضرات تستاهل انه تقدر تطلع بيها زايد بنهايه المحاضره بدون ما اثر عليكم، مثل اليوم عن الاتش بايلوري وغيره، بس اكو محاضرات ما تستاهل لانه اصلا هي ما تجي طوارئ، بس اكو محاضرات او مواضيع مهمه كمان وتجي بالطوارئ وتجي تلقى بالرتات وعمليات الى اخره. بهاي الحالة بهالشرح انت هم راح تحصل شغلتين، هم فهم. تذكرون من قلت لكم انا ما اريد اطول عليكم، تذكرون من قلت لكم من اول فيديوهاتي قلت لكم انه انا دائما اركز على فهم الطالب اكثر من الاسئلة، لان الاسئلة تتغير، ما تعرف شنو سيستم الاسئلة، مو ثابت، كيسز ام سي كيو، سابق مو سابق، صار تغيير اصلا بكل سيستم الاسئلة. فلذلك انت اهم شيء اطلع فاهم، هذا فهمك ترى راح يشفع لك باكر عقبه، باكر عقبه ما تشفع لك الدرجة، الله وكيلك. وقفتك بالطوارئ ما راح اتذكرك المية، راح اتذكرك المعلومة اللي انت فهمتها، لان تفهم المعلومة من تراجعها بعد ما تنساها، تمام؟ هسه نتوكل على الله. راح نبلش هنا اللي هو بالنسبة كشيء بسيط عن اللي هو عندك البلد سبلاي اوف ذا ستومك. فيقول لك يا بانه اللي يغذي للمعدة، the large majority of the gastric blood supply is from the celiac axis، تمام؟ إذا الذي يغذي لي، يقول لك المعدة اللي يغذي لي المعدة هي شرايين مين طالعة؟ طالعة بلا زحمة من السيليك ترونك. دكتور وين السيليك ترونك؟ هذا هنا السيليك ترونك اللي طالع، شوف هنا اللي طالع منين؟ من الأبدومينال أورتا، هذا باعتبار هنا اللي هو الأبدومينال أورتا. فهذا شوف لي يا بلا زحمة، هذا هو هنا السيليك ترونك، أوكي؟ أوكي، بس خليه هنا خاف حتى ما أريد واحد يشفتنا برسالة. فلذلك السيليك ترونك هو هذا اللي راح ينطيني منه البرانشز التي تغذي المعدة. انت ايش عندك؟ عندك هنا اللي هو الجاستريك ارتريز. فيقول لك ذا ليفت جاستريك ارتري هو يعتبر اكبر ارتري يغذي للمعدة، ويقسم الى اسندنج وديسندنج برانشز تروح المان للليسر كيرفتشر. اذا شوف لي يا بلا زحمة في هذه الصورة، باو عليه هنا، من اللي يغذي لك الليسر كيرفتشر؟ دكتور شنو الليسر كيرفتشر؟ راح اشرح لك اياه بشيء بسيط. انت عندك في المعدة منطقة الكارديا، منطقة الفندس، تمام؟ وبالنسبة عندك هنا اللي هو هذني، هذا الليسر كيرفتشر، وهذا الطية الكبيرة، هاي نقول عليها الانحناء الكبير الجريتر كيرفتشر، وهاي المنطقة اللي نقول عليها البايلوروس، تمام؟ فمن اللي يغذي لك الليسر كيرفتشر؟ هو أكبر ارتري للمعدة، وهو الليفت جاستريك ارتري، تمام؟ شوف هسه انت من الرسمة هاي، اها، وين هسه اللي جاي يمشي لك على الليسر كيرفتشر؟ سوري، هذا اللي جاي يمشي لك على الليسر كيرفتشر وجاي يغذي لك اياها، شوفه هذا الليفت جاستريك ارتري. حكي هنا حلو، خاف من يجيني يعني بالام سي كيو، او خاف من يجي سؤال كل شيء ممكن اتوقع، خاف يجي سؤال يقول لك اشرح لي البلد سبلاي للاستومك. زين، يقول لك ثاني شريان، ثاني اكبر شريان يغذي لك المعده، ذا سكند لارجست ارتري اللي يغذي لك هنا المعده بلا زحمه، اللي هو رايت جاسترو ابيبلويك ارتري، اللي هو هذا مين يطلع؟ من الجاسترودودينال، اها، بيهايند ذا فيرست بارت، ورا الدودينم. دكتور شنو بلا زحمه؟ نشوفه هنا على الصوره. يقول لك ورا اول جزء من الديودينم يوجد ما يسمى بالجاسترودودينال ارتري. هذا الجاسترودودينال راح ينطيني ثاني اكبر شريان يغذي للمعده، اللي هو رايت جاسترو ابيبلويك ارتري. نجي هنا نطبق شغلنا، اي هذا هنا مو صحيح، هذا الدودينم نقول خلي نخفيه، ليش احنا نفتر وراه وسوي هوسه؟ خلي نخفيه، تمام؟ اوكي، هذا اها ها
اوكي، هذا اللي هو رايت جاستريك، مو يمه ما يريد يسوي هوسه، هذا اللي هو عنده كينان الجاسترو دودنال ارتري. فشنطاني هنا الجاسترو دودنال، انطاني الجاسترو ببلوك ارتري. هاي هنا الفكره، بس حتى اريدك تفهمها، خاف انه تجي هنا كام سي كيو، من هو اكبر من هو الاصغر. اوكي، كملنا هسه، حكينا كل من عن اللفت جاستريك واتفقنا يغذي لك اللسر كيرفيتشر. زين دكتور، الرايت جاستريك منين يطلع؟ يقول لك الرايت جاستريك يطلع من الهيباتيك ارتري. راح تقول له شنو هاي دكتور، احنا مو اتفقنا من السيليك ترونك؟ لا خل اوضح لك هنا الفكره باوع. السيليك ترونك اذا نجي هنا شويه كاناتومي بعيد عن المعده، فالسيليك ترونك هنا ايش راح ينطيك؟ راح ينطيك عندك اللي هو اللفت جاستريك ارتري، تمام؟ ينطيك اللفت جاستريك ارتري، هذا واحد، وينطيني السبلينك ارتري، وينطيني اللي هو الهيباتيك. يعني شريان كبير يروح يغذي الليفر، وشريان يروح للسبلين واللفت جاستريك. راح تقول الدكتور شار رايت جاستريك منين يطلع؟ يا حبيب الرايت جاستريك يطلع من الهيباتيك. يطلع مين؟ من الهيباتيك. هي هنا الفكره. شوف لي هذا الرايت جاستريك باوع، هذا الرايت جاستريك، الرايت جاستريك طلع من هذا الشريان اللي راح يروح لليمين اللي هو عندك بلا زحمه الهيباتيك ارتري، تمام؟ هذا شوفه وين يا السيليك ترونك، هذا سنان المثلث، هذا السيليك ترونك. انطاني الفوق اللي هو اللفت جاستريك، انحفه نخلص منه، وانطاني هذا شنو؟ السبلينك ارتري اللي يروح، وهذا شنو بلا زحمه؟ هذا الكمان هيباتيك، الشريان الرئيسي اللي يروح للكبد. بس هذا مو فقط يروح للكبد، لا ينطي تفرعات، واحد من التفرعات اللي هو الجاسترو دودنال، وواحد اللي هو انا قبل شويه حذفته اللي هو رايت جاستريك ارتري. فلذلك هنا انا يرجع وش يقول لك؟ يقول لك الرايت جاستريك ارتري يطلع لي من الهيباتيك ارتري، بالقرب من البايلرس والهيباتو دودنال ليجمنت. هذا يمشي وين يروح بلا زحمه اللي هو الرايت؟ يقول لك يروح along the distal stomach، يعني في نهاية المعدة، شوفه يروح لهنا إلى نهاية المعدة. زين؟ زين. دكتور أنت قلت من ساعة الرايت جاسترو إبلوك، أدري هي شبشت بس حتى أوصل لك الفكرة، الرايت جاسترو إبلوك هو أكبر شريان، ثاني أكبر شريان يغذي لك المعدة. زين، وهذا يطلع من الجاسترو دودنال. زين اللفت مالته منين؟ اللفت مالته يطلع من السبلينك أرتري. تمام، اللفت مالته يطلع من السبلينك ارتري، هاي بس بالنسبه للجاسترو ابيبلوك. هذا السنه انا حكي حلو، عرفنا اللسر من اللي يغذي، عرفنا نهايه المعده من اللي يغذيها. يقول لك ان ذا فندس والبروكسيمال جريتر كيرفتشر، يعني هاي هنا اللي هو الفندس، هاي الفندس الجزء العلوي، تمام، وبالاضافه الى الجريتر كيرفتشر، the short gastric vessels arise from the splenic circulation. يقول لك توجد اكو شرايين صغيره نسميها short gastric، باوع ذني هذين نسميهم short gastric vessels، يغذي لك الفندس. So stomach can be mobilized to reach the neck and pedicle on the right gastric or right gastroepiblogic artery in the esophageal replacement. يقول لك بالعمليه اللي اريد مثلا ازاله، اشيل جزء من الاسوفيجس، تمام، فعادي اشيل المعده براحتي واقصقص بالفيزلز براحتي. هي هاي هنا الفكره، اريد اشتغل على الرايت جاستريك فيزلز، تمام. يقول لك حتى الجاسترو ابيبلوك اركيد كان بي لايجيتد، حتى الجاسترو ابيبلوك يتعقده. دكتور شنو الغايه من هاي النقطه؟ الغايه من هاي النقطه يا حبيبي اريد اوضح لك انه بالعمليات مال المعده، انه انت من تريد تسوي لايجيشن لازم كل هذول الارتريز اللي انت عددتهم لازم تسويهم لايجيشن. هي هاي هنا الفكره، يعني حتى بعمليات قص المعده، لان احنا شفنا انه الجاستريك ارتري سوري المعده مو يغذيها بس جاستريك ارتري، مو بس رايت وليفت، لا شفنا ايضا عنده جاسترو ابيبلوك بي رايت وليفت، فلذلك وبالاضافه الى شورت جاستريك ارتريز، فلذلك هو مو بس يستلم شريانين، لا من مجموعه شرايين. وهي هاي النقطه اللي انا ردت اوصل لها. يقول لك in the radical subtotal gastrectomy، تخيل انت ما قاري الاناتومي وما قاري وياي هاي المحاضره، دخلت عمليات مال قص معده، تشوف الدكتور عقد هواي شرايين، عقد الجاسترو ابيبلوك الثنين وعقد الجاستريك الثنين، لا يا الكعبه هاي ليش؟ مو هي هنا الفكره. يقول لك في عمليه قص المعده مو ازاله المعده بالكامل، subtotal gastrectomy يعني يبقي جزء من الفندس ويشيلك ثلاث ارباع المعده. فسبتوتال جاستريكتومي يقول لك all the named four vessels of the stomach are ligated، كل هذول الاربع vessels ligated يعقدها يعني يسدها.
Gastric remnant is adequately supplied by the short gastric as long as splenic artery is patent and intact. يعني يقول لك وبالنسبة لهذا الجزء اللي بقيت الفندس هذا من اللي راح يغذي؟ أرجع من ساعة إحنا شي قلنا الفندس من اللي يغذيها؟ يغذيها short gastric artery. فيقول لك short gastric artery ذن اللي يطلع من السبلينك من الشريان مال الطحال هذن يبقن ما تقيسهن ما تعقدهن ولذلك يقول لك يبقى الشريان patent وانتاكت يعني لا تطقه ولا تعقده ولا تقيسه لذلك بقص المعدة شي يعقدون right to left gastric arteries right to left gastro بلوك arteries لأنه ما راح يشيلون 3 أرباع المعدة ويبقون الفندس الفندس من اللي يغذيها short gastric vessels هذول ما يقيسوها بينما الفور vessels الرئيسية يسولها ligation هاي هنا صورة لك توضيحية عن اللي هو أنواع الجاستركتومي تمام أكو اللي هو عندك subtotal اللي هو هذا كنا نحكي أكو partial يعني تقريبا نص المعدة أكو انتركتومي يعني شيل بس منطقة الأنترم تمام أكو اللي هو عندك هنا total gastrectomy يعني شيل المعدة من نهاية الأسوفاجس وإلى حد بداية الدودنم يشيل المعدة بالكامل تمام هسه كملنا أول قسم من محاضرتنا اليوم يا أبطال اللي هو شنو بلا زحمة الأناتومي of the stomach نجي إلى القسم الثاني من المحاضرة أنا هيك أحب الطالب يفهم وياي gastric mucosal barrier فشلة أنت الطب راح أقول لك نوتة من هسه لقدام تدري الـ H. pylori مو هي اللي تسبب المرض أوه هاي شنو هاي هاي معلومة شنو هاي نهاية مال المسلسل العراقي شلون إيه الـ H. pylori في الحقيقة هي مو تسبب الالتهاب بنفسها وإنما هي تقلل من الجهاز المناعي مال المعدة تقلل من حماية المعدة فمن تنفرز حامضية بسهولة المعدة تبدأ تلتهب من الداخل راح تقول دكتور شنو هاي معقولة أكو حامضية بالمعدة مالتنا معقولة أكو عندنا جهاز حماية يا حبيبي هسا راح نجي نشوفهن خلينا نشوف الميوكوزا مال المعدة شنو سالفته حتى نفهم على أساسه H. pylori شلون سبب لنا المرض يقول لك توجد عندي two structures أساسية هذني لعبن دور أساسي كعازل barrier راح تقول لي دكتور barrier من شنو barrier يا حبيبي تجاه الحموضة ليش هسته من فطرت وأكلت وضربت لك لقمة من هاي المعدلة الأتسي ألمو راح ينفرز تمام هذا الحامض قوي لا خف حسبالك ترى هذا قاتل أصلا لكن تخيل الله سبحانه وتعالى خلق هذا الحامض على قد ما هو يهضم أكل بمعدتك على قد ما هو قاتل راح تقول الدكتور شلون المعدة ما تتضرر مو هي هاي هنا المعدة عندها جهاز حماية ضد هذا الأتسيال من هو جهاز حماية الميوكس وعندك اللي هو البايكربونات هذول الجنرال بشكل عام تفرسهم الخلايا مال المعدة اللي موجودة سيرفيس ابيثيليال سيلز هسه تخليك وياي مو كل شيء درخه اكو شغلات اقول لك انه تستاهل درخ تمام لان يعني انت مو كل السلايدات تدرخه اكو شغلات هي تحتاج بس فهم تصحصح وياي يقول لك جنرالي بشكل عام يوجد أيضا ستركتشر آخر اللي هو اسمه سكرال فيتس هذا أيضا يقول لك موجود تفرز الخلايا حتى انهانس ميوكوزال ديفنس يقوي اللي هو وسائل الدفاع ضد الحامضية مال المعدة حكي إنه أنا حلو أنا رتبت لك المحاضرة على شكل سؤال وجواب From where these are secreted ذني يا ترى منين ينفرزن ذني أجهزة الحماية هذني الميوكاس والبايكربونات نجي أولا يقول لك بالكارديا مال المعدة الجاستريك جلاند تكون مقسمة برانشت وهي اللي تفرز بشكل أساسي الميوكس والبايكربونات وأسد قليل حكي حلو بالفندس وبالبدي الجلاند تكون تيوبيولر ويوجد هنا بالفندس وبالبدي أكو بارايتال سيلز وأكو تشيف سيلز بالإضافة إلى أنتيرو كرومافين لايك سيلز ودي سيلز دكتور هذني شنو؟ راح نجيهن بالسلايد الآخر لا تخاف إذن بالكارديا أكثر شيء أنا عندي الجلانس هي اللي تفرز وسائل الحماية بالفندس وبالبدي عندي خلايا المعدة اللي هذني إلهن وظائف على حدة شنو هذني وظائفهن وشلون يسامن بالحماية راح أجيك تمام؟ ملاحظة كل الابيثيليال سيلز مال المعدة except ما عدا الاندوكراين سيلز الخلايا اللي تفرز هرمونات يعني مثل جي سيلز فيقول لك تحتوي على كاربونيك انهايدريز وهذا الكاربونيك انهايدريز هو اللي راح يصنع الكربونات عرفت انت يا حبيبي مصدر الكربونات تقول مين جابتها هاي الخلايا يعني هاي الجاستريك جلاندز مين جابت فهاي ملحوظه حلوه لك انه خلايا المعده مو بيها اندوكراين ونون اندوكراين دكتور مثل ايش الاندوكراين انا اقول لك اكو خلايا تفرز هرمون الجاسترين
هذا هرمون الهرمون الجاسترين حتى يروح يحفز HCL من يصير الهضم، اسمهن جي سيلز. فيقول لك كل خلايا المعدة ما عدا الخلايا اللي تفرز هرمونات عدا الاندوكراين سيلز، ذن الخلايا يحتوون على كاربونيك انهيدريز انزيم، هذا هو يقدر يصنع البيكربونات، وبالتالي يصير بلا زحمة شنو يتوفر لك جهاز حماية بالمعدة. حاجة حلو هنا، حاجة حلو. هسه نجي نسولف على هذن الستومك سيلز او الجاستريك سيلز، هذن خلايا المعدة المطشرات واللي موجودات اكثر شيء وين اتفقنا رقم 2 بالفندس وبالبادي. دكتور شنو لنا ذن خلايا المعدة وشنو فايدتهن؟ هسه احنا جاي نرجع مرحلة ثانية نضبط. اولا parietal cells، انا كل واحدة رتبتها بحيث حتى ما تستاهل انه اكتب والخص قدامكم، تمام، لان ذن كلش مرتبة. يعني اولا parietal cells، شنو هاي البارايتال سيلز؟ يقول لك تفرز حامض المعدة اللي هو الـ HCl الهيدروكلوريك، وبالإضافة إلى اللي هو الـ intrinsic factor into the lumen والبيكربونات بالintercellular space. إذن تفرز الحامض عمود الهضم، تفرز الـ intrinsic factor، تتذكرون هذا intrinsic factor حتى يروح يساعد بامتصاص فيتامين B12، ولذلك إذا أكو نقص بهذا الفاكتور بسبب أوتو أميون إنفلاميشن يصير نقص بـ B12 only، وهذا مرض اسمه Pernicious Anemia. ثانيا D cells، دكتور أنت ذكرت من ساعة واحدة من الخلايا التي تساهم يا بطل في الحماية D cells، شنو سالفة D cells إجابها؟ تعال يا بطل أسولف لك. D cells يقول لك تفرز لي سوماتوستاتين. خليت لك ملاحظة، من اللي يحفز لك هنا سوماتوستاتين؟ يقول لك اللي يحفزه بشكل أساسي هو الانترال اسيديفيكيشن، يعني حامضية المعدة. من تبدأ الحامضية تعلق لابد أكو مضاد، هذا المضاد منه سوماتوستاتين. منين يطلع؟ من دي سيلز. دكتور بلا زحمة، يعني سوماتوستاتين هو مضاد للحامضية؟ عافية، مضاد للحامضية. فيقول لك الأسيتايل كولين من الفيجل نيرف انهبتس ات ريليز. حلو، باعتبار أنت لازم تعرف كل شيء بجسمك بيه محفز بيه مثبط. من الذي يحفز لك افراز السوماتوستاتين؟ مثل ما اتفقنا الاسيديتي من نتعلق الانترال اسيديفيكيشن. من اللي يثبط لي اياه؟ استايل كولين. شنو سالفه هذا السوماتوستاتين؟ ليش نعتبره جهاز حمايه ايضا؟ انهبت اسيد سيكريشن فروم ذا بارايتال سيلز اند جاسترين ريليز فروم ذا جي سيلز، وايضا يقلل لي افراز الهيستامين من الانتيروكرومافين سيلز. يعني قلل من شك وعامل ممكن أن يؤدي إلى تآكل في نسيج المعدة، هو هذا سوماتوستاتين. بشكل أساسي يقلل من أفراز الحامضية HCL من البارايتال سيلز، ويروح أيضا الجي سيلز. هاي شوفها جي سيلز اللي راح نحكي عليها بالنقطة الثالثة. جي سيلز تفرز هرمون اسمه جاسترين، وهذا الجاسترين يروح يحفز HCL حتى يطلع من البارايتال. دكتور الجاسترين هم يثبط من قبل سوماتوستاتين؟ بالضبط. بعد حتى الانتيروكرومافين لايك سيلز، تمام، الاي سي ال، شبيه هاي الاي سي ال سيلز، تفرز اللي هو الهستامين. هذا الهستامين ترى خلي بالك ايضا ممكن يعتبر هارمفول، مضر للمعده، تمام. اذا السوماتوستاتين يا حباب ضد هذا وضد هذا وضد هذا، هي هاي هنا الفكره. عرفنا من الذي يحفز على افراز السوماتوستاتين، عرفنا من اللي يثبط لي افراز السوماتوستاتين، عرفنا بشكل عام شنو وظائف السوماتوستاتين، وبالإضافة إلى أخذنا بشكل عام كل خلية وشنو أفرازاتها. هذا ترى جدا 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 مهم، لأن راح نعرف على أساسه شلون جاي يصير H. pylori بكتيريا وشلون جاي تشتغل. زين، هسه هنا أنا أيضا اللي فهم هذا السلايد ودعتكم كل الأسئلة هسه راح اللي راح تشوفها بالسلايدات القادمة تقدر أنت تجاوبها من يمك. رتبت الأسئلة المحاضرة أسئلة وكأنما طالب هو جاي يسأل نفسه فضول. السؤال الأول How the gastrin stimulate HCL secretion؟ تسأل نفسك تقول الجاسترين اللي جاي يطلع من جي سيلز شون يا ترى يحفز لأفراز HCL؟ شون يعني شون يروح للبارايتال يقول السلام عليكم صبي لي فطور شون؟ لا، هنا الجاسترين اللي يطلع من جي سيلز يروح يرتبط ويا ريسبترات موجودة على الـ ECL cells. هاي الـ ECL مو راح تطلع هستامين؟ اي، هذا الهستامين اللي طلع راح يروح يرتبط بالبارايتال سيلز. اكو H2 ريسبتر، H2 ريسبتر، ريسبترات الهستامين موجودة على البارايتال سيلز. هذن الريسبترات يحفزن افراز الـ HCL. من تجي هاي هنا وتثبط هذن الريسبترات،
بالتالي شنو بلا زحمة؟ ما راح يشتغلن. أها. وبالتالي شنو؟ ما راح يصير إفراز للHCl. إذن عرفتوا ليش أنه this explain why H2 blocker أكو أدوية اسمها H2 blocker مثل السيميتيدين، فاموتيدين، نزاتيدين، هذن الأدوية وخصوصا أكثر شيء شائع اللي هو سيميتيدين. هذا السيميتيدين H2 blocker يقول لك هذول inhibitor acid secretion. أها. Even though histamine is only one of the three parietal stimulants. تمام؟ فهي هنا أنا الفكرة اللي هو ردت أنه أوصلها. إذن شنو يعني القصد؟ القصد يا حباب يعني الجاسترين، الجاسترين اللي يطلع من الجي سيلز هو مو يروح يشتغل بشكل مباشر على البارايتال. بارايتال سيلز على الريسبتر مالتها من يجي هالجاسترين تمام، خلي ارسمها لكم انا حتى توضيحيه شويه، لان يعني ما احب اوكي انتفينم هذا بعدين اي. فهي هنا اللي هو عندك نقول اللي هو البارايتال، تمام، البارايتال سيلز. البارايتال سيلز عليها ريسبتورز مال شنو بلا زحمه، مال هيستامين، ريسبتورات مال هيستامين نقول عليها H2 ريسبتورز H2R. فهو خطيه هذا المقرود من يجي الجاسترين، تمام، هذا هنا من يجي اللي هو عندك الجاسترين كله بالك انت هو اللي راح يثبط. من راح يروح يريد يرتبط ويا هاي الريسبتورز، ايش راح تقول له البارايتال سيلز؟ راح تقول له نو، اطلع اطلع، شيل الاواصر مالتك، ما اريدك. زين الجاسترين يصفن، يا ربي منين اجيبه، منين اجيبه، شلون اريد ارتبط ويا ذن الريسبتورات؟ مين يسال هذن الريسبتورات؟ تقول له انا اريد هيستامين، تمام. فهو يجي شي سوينا انا اللي هو بلا زحمه، هذا الجاسترين يروح يرتبط ويا من؟ ويا الانتيروكرومافين لايك سيلز. هذا يقعد ويا من؟ ويا اللي هو الاي سي ال. النوبه عن طريقهن راح يرتبط، اها، عن طريق اللي هو افراز الهستامين بالضبط. هذا هنا انا راح يسوي تثبيط للريسبتورز، فايش راح يصير؟ راح يصير هنا اللي هو بلوكج، راح تنسد هاي الريسبتورز، لان الخبيث الجاسترين راح للاي سي ال وطلع هستامين، وعن طريقه ثبط الاتش 2 ريسبتورز اللي موجودات على البارايتال سيلز، وبالتالي صار قل الاتش سي ال. اها دكتور، هل توجد ادويه فعلا تشتغل على ذن الاتش 2 بلوكر، على ذن الاتش 2 ريسبتورز؟ اي نعم، مثل اللي هو سيميتيدين. هاي هنا الفكره، هذا اللي هو بالنسبه للسؤال الاول. ملاحظة، يقول لك الجاسترين ممكن أنه يرتبط على الريسبتورات بالبارايتال سيلز، بس هذني أقل أهمية، وحتى الإفكت مو كلش قوي. أكثر شيء الجاسترين إلى إفكت عالية من على الإي سي أل. هذا انتهينا من السؤال الأول. السؤال الثاني، What is the effect of a proton pump inhibitor؟ تمام؟ سامعين بالبروتون بامب انهبيتر اللي هو مثل هذا أوميبرازول، ديكسلانزوبرازول، لانزوبرازول، هذول جماعة البرازول ينطوهم بشكل أساسي لمرض قرحة المعدة حتى يقلل من الحامضية، يعتبر واحد من الأدوية الأساسية والقوية، تمام؟ potent potent، علاج جدا قوي، هو أقوى الأدوية اللي تقللك من الحامضية. هاي خب كم مرة لحيت بها؟ حلو، أنت ستتسأل نفسك شون يا ترى هاي البروتون بامب انهبيتر شون تشتغل؟ هنا الفكرة، البروتون بامب انهبيتر بوتنت سبرسر للجاستريك اسيد سكريشن. اي اوكي، شلون تشتغل بشكل غير انعكاسي، يعني كلش تعطل الفانكشن مال شو اسمه الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بي ايز اللي هن وين موجودات؟ بالبارايتال سيلز. فيقول لك هذن الادويه راح تشتغل على البارايتال سيلز بشكل مباشر، تثبط المضخات الاي تي بي ايز، تذكرون هذن اللي عن طريقهن هاي بالفسلجه، عن طريقهن يتم صنع الHCl، بالتالي هو راح يثبط تصنيع الHCl. اها، فلذلك شنو يعتبر potent inhibitor. زين الله عليك، هنا نرجع سؤال، من انت تنطل المريض علاج يشتغل على البارايتال سيلز ويقلل افراز الHCl، هذا مو راح يخلي الجي سيلز تظل تفرز جاسترين وحدها؟ لان انت تدري الجي سيلز ما تسكت الا لما الاسيد يطلع. هاي سوالف الفيدباك اللي ماخذينه بالفسلجة، تذكرون من قلت لكم T3 و T4 يطلع، يلا TSH يسكت حتى يقولوا له فيدباك. فأنا من ينفرز الHCl الجاسترين يسكت والهستامين يسكت، ويبدي السوماتوستاتين ينفرز ضده حتى يحارب الحامضية أثناء الأكل. لكن إذا أنا انطيت دواء ثبط الHCl، الجي سيلز تقوم وحدها، ما حد راح يسكتها، تقوم تظل تفرز جاسترين عالي، جاسترين هواي، جاسترين هواي،
فلذلك يقول لك ايش راح يصير؟ هايبر جاسترينيميا. والاي سي ال راح يظل في حاله تحفيز، هذين الاي سي ال سيلز الانتيروكرومافين لايك سيلز راح تظل تتحفز 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 تتحفز، فشي يصير هايبر بليجيا. ولذلك يا بطل اللي ياخذ اوميبرازول لفتره جدا طويله لونج تيرم ممكن يخلي الجاسترين عده يعلق والخلايا تبدا تتكاثر اكثر من اللازم. واتفقنا يا ابطال اذا تذكرون الهايبر بليجيا هو اول قاعده علما للتيومر عافيه للورم، تذكرون من اخذنا بالثايرويد اساسيات الكانسر. هذا البروتون بامب انهبيتر من يظل ياخذه لفتره طويله ويشتغل على البارايتال يشتغل على البارايتال يشتغل على البارايتال، الجاسترين يعلق والاي سي ال تزداد، جاسترين يعلق والاي سي ال تزداد، الجاسترين يعلق والاي سي ال تزداد، وتظل الخلايا تزداد 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 الى ان يصير شنو بلا زحمه هايبر بليجيا، زياده في عدد خلايا المعده الاي سي ال سيلز، الى ان شي يصير كانسر. تمام، هاي كل هالميكانيزمز وضحناها عن طريق هذا المخطط مالتنا وشغلنا. حكي حلو هذا اللي انا قصدته. يقول لك البيشنت اون لونج تيرم بروتون بامب انهبيتر الديجري اوف هايبر جاسترينيميا تست دازنت ابير تو كورليت وذ ذا لينث اوف تريتمنت، يعني يقول لك تظل بعد ما لها ردات تظل تستمر ما تتاثر حتى بالتريتمنت. كرونيك يوز اوف ا بروتون بامب انهبيتر راح يسبب لك اي سي ال هايبربليجيا وبالتالي كانسر. يا نوع تايب 1 نيورو اندوكراين تيومر. لكن إذا هذا الرجال حباب وأخذه لفترة مؤقتة ما ظل مستمر لفترة جدا طويلة، إذا قطع البروتون بامب انهبيتر the acid secretory capability gradually return، تبدي تسترجع وظيفة المعدة لأن راح يتم تصنيع مضخات صوديوم بوتاسيوم ATPase sorry هيدروجين بوتاسيوم ATPase، يعني المضخات هذين اللي عطلن راح يتم تصنيع مضخات جديدة وبالتالي ترجع وظيفة المعدة وما يصير هايبربليجيا. عرفنا اللي قطع شلون ما يصير عنده كانسر، واللي يستمر لفترة طويلة جدا ممكن أن يصير كانسر. هاي نقطة هنا انتهينا. هسه سؤال جدا جدا مهم، why H. pylori affect our stomach cells and lead to ulcer or inflammation؟ هذا السؤال مختصر احنا رح نجي نشوفه بالتفصيل الممل بالسلايدات الجاية، وهو يقول لك كيف ال H. pylori ممكن تأثر، هاي سامعين جرثومة المعدة اللي هي تعتبر المسبب الأساسي لقرحة المعدة، يعني أكثر من 90% من جماعة القرحة هم بسبب H. pylori. تسأل نفسك H. pylori معقول تضرنا؟ ليش تضرنا؟ ليش ما تروح لللونج؟ ليش ما تروح للانتستين؟ ليش؟ يقول لك the function of these cells can be inhibited by the H. pylori infection result in exaggerated acid secretory response. تتذكرون من قلت لكم H. pylori هي مو تسبب inflammation بنفسها، هي تقلل من جهاز الحماية مال المعدة، وبالتالي من تنفرز حامضية هاي الحامضية راح تاكل المعدة. يعني باختصار المعدة مو كانت لابسة كوت، اجت ال H. pylori لا ضربت المعدة راجدي ولا سببت لها التهاب ولا قرصتها ولا سوت invasion ولا اكلتها بنفسها، وانما سوت نزعتها الكوت مالتها. من نزعتها الكوت المعدة قالت لها ليش يا معودة هسه راح يجي الحامض ياكلني اكل، قالت لي طبك مرض ما له علاقة، هو الحامض راح ياكلك راح ياكلك، حتى انا بعد لا تقولون علي انا سويت المرض، انا بس شغلتي نزعت الكوت مالتك. هي هنا الفكرة، من هو الكوت مال الحماية؟ سوماتوستاتين اللي احنا همين ركزنا عليه. تمام، صح اكو ميوكاس واكو بايكربونات، هذول هم يقلون بشكل ثانوي، بس بشكل اساسي ال H. pylori تهاجم دي سيلز. نرجع بالذاكرة دي سيلز ايش تفرز؟ تفرز سوماتوستاتين. سوماتوستاتين شي يسوي؟ يثبط الحامضية، حتى أنا من آكل، أنا من فطرت وكلت للقمة ورا فترة الحامضية قلت بمعدتي، دكتور شون هاي قلت بمعدتنا؟ من اللي قال لها إنه الشخص بعد ما يأكل والحامضية تبدأ تقل طبيعيا في المعدة؟ عن طريق السوماتوستاتين، هو المثبط الطبيعي، هو حتى يسوي موازنة. إذا أنت عندك السوماتوستاتين يهبط تظل الحامضية تعلق 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 إلى أن يصير التهاب المعدة. آه دكتور شلون السوماتوستاتين يهبط؟ لأن هي راح تهاجم الدي سيلز، هي ال H. pylori راح تهاجم دي سيلز. هنا أنا الفكرة زين. فهذا هنا أنا ملخص يقول لك عن البارايتال سيلز من ما الاستيميولنت مالته. تذكرون بارايتال سيلز من قلنا يحفز اللي هو الإفراز شو اسمه إفراز ال HCL وغيرها. تمام،
فاين أنا الفكرة من اللي حفزه أستايل كولين اللي هو من الفيغاس نيرف عن طريق اللي هو المسكارينك ريسبترز. تذكرون بالثالثة بالفارما أكو مسكارينك ريسبترز يطلع منها أستايل كول سوري يحفزها الأستايل كولين بالإضافة إلى هرمون الجاسترين أو الهيستامين. لذلك يا حبيبي شغل الهضم مالتنا عصبي عضلي عصبي وهرموني نيورو اندوكراين نقول عليه هي كلمة نيورو اندوكراين اللي نظم أني الهضم مالتي بين الأعصاب وبين الهرمون. الأعصاب منه أسيتايل كولين والهرمون ليش تشاية حتى الهرمونات من داخله ليش أنت من تشتم ريحة أكل طيبة مو تبدر أسن معتك مصير هاي السؤال شايفيه هرمونات هنا هرمونات وأيضا تدخل العصب مع الهرمون تدري ليش؟ لأن السنسرات اللي موجودة في خشمك اللي مسؤولة عن السميل إمكانك أعصاب مع بعضها البعض تنقل سيجنالز راح يتحفز إفراز الجاسترين صار شغل مشترك بين الأعصاب وبين الهرمونات. هي هاي هنا الفكرة يا بطل. زين ملاحظات هنا هاي بسيطة يقول لك النورمال هيومن ستومك تحتوي على بليون خلية من البارايتال سيلز. زين التوتال جاستريك اسيد سكريشن هو مقارب يعني ايش قد الكميه مقارب للسيل ماس مال البارايتال. يقول لك تقريبا ايش قد تشكل البارايتال سيلز تقريبا ثلثين من المعده. تمام حكي حلو هسه هنا هسه عزلنا الحالات النورمال وكل شيء اوكي وبالنسبه للهيستولوجي هسه جاهزين انه ندخل بالنسبه للاتش بايلوري بكتيريا ناخذها هسه بالتفصيل الممل ناخذ هويتها وشلون نسوي المرض وبشكل سؤال وجواب وتعتقد ماخذينه بالجي اي تي بالباطنيه يعني المفروض هسه نوعا ما اسهل عليكم لان هي المعلومه واحده بس تبقى هاي اكو نسب وكذا وما انصحك انه ما دام هو سؤال اسي ما انصحك انه انت تدرخ النسب الا داي ام سي كيو. اكثر ما يقارب 50% من البيشنت عالميا هم مصابين باتش بايلوري بكتيريا. راح هسه تتأني دكتور كل شخص يصاب بإتش بايلوري ممكن أن يصير عنده بيبتيك ألسر؟ كلا يا حبيبي كلا مو كل شخص ينصاب بإتش بايلوري ممكن أن يصير عنده ألسر لا تعتمد على عوامل أخرى. Chronic disease doesn't resolve spontaneously without specific treatment. يقول لك عادة أنه هو المرض اللي يصير بجرثومة المعدة هو مرض مزمن لأن أعراضه تصير لفترة طويلة تمام وما يتشافى واحدة بدون علاج. هم سامعين جرثومة معدة يقول له تروح واحدة اللي هي اتش بايلوري كلا أصلا العلاج الأساسي أنه أنت لازم تنطي أنتبايتك حتى تقضي على البكتيريا إذا شايفين حتى بالباطنية كورس أنتبايتك وينطي بروتون بامب انهبتر ومرات حتى ينطي أنتي أسد اللي هي البسمث تمام. يشكل 80 إلى 90% of all gastritis and is the most important risk factor للpeptic ulcer وgastric adenocarcinoma. هاي نقطة حلو. شوف شي يقلك؟ يقلك نسبة 80 إلى 90% من العالم اللي عندهم التهابات بالمعدة رح نلقى سبب H. pylori. أيضا هو يعتبر سبب جدا مهم لقرحة المعدة وللgastric cancer. يعني لا تستغرب أنه ممكن أن يؤدي إلى cancer. يودعتك يؤدي إلى cancer ورح نجي ونشوفها ليش. H. pylori infection رح هسه هنا نرجع إلى السؤال رح تسألني سؤال طبقا للمعلومة اللي قلتها إلك مرتبط به قبل شوية أنا قلت لك H. pylori مو دائما يسبب ديزيز يعني ممكن أنت تنصاب بH. pylori بس ما يصير عندك ألسر. هنا رح تقول لي دكتور ليش مو قلت لك أكو مجموعة من العوامل إي مثلا يقول لك إنه H. pylori عادة يجي ويا مالت لمفوما ديسبيزيا إذا عنده مشاكل بالجي آي تي هايبربلاستيك جاستريك بوليب بعد ومرات اميون ثرومبوسايتوبينك بوربرا يعني هذن المشاكل اميون ثرومبوسايتوبينك بوربرا يعني خلل مناعي يصير هنا نقصان في عدد الصفيحات الدمويه هذن هن المشاكل اللي يصيرن ويا قرحه المعده اللي يصيرن ويا الاتش بايلوري هذن هن حتى ممكن يهيجن لك البيبتيك ألسر ديزيز طبعا بالاضافه الى عوامل اخرى مو مرضيه العمر هذا كبير في السن ونصاب بالاتش بايلوري ألسر ها اكو عندك كلش مهم النون سترويدال والسموكينج انا اتفقت انه ما اضيف شغلات على المحاضره بس هاي شلون مثل ما اتفقنا انه انت هسه تجاي تباوع الفيديو مالتي حباب انت هسه توسع عقلك اطلع من شيء اسمه انت مرحله رابعه قول هسه انت وكانما استاجير اريدك وياي تضبط المعلومه راح اشرح لك منه وجاي اي محاضره من اشرحها اذب كل المعلومات الطوارئ وغير الطوارئ بحيث اخليك تقعد ركبه ونص واي سؤال يجيك انت تكون جاهز تمام فنرجع
دكتور ما هي العوامل يا ترى خاف اللي يريد يلخص أو يضيف على المحاضرة؟ شنو العوامل اللي ممكن تخلي هذا H. pylori يصير عنده ألسر؟ سموكينج يضر المعدة، نانسترويدال اللي أدوية خوب النانسترويدال كارثة ترى لا صدق، إجا واحد للطوارئ يشكي من أكيوت أبدومن وطلع أنه بالأكس راي البطن طاق واحد من الأورغانز طاق اللي لقينا آير أندر دايفرام، هواء تحت الحجاب الحاجز، هواء تحت الحجاب الحاجز يعني كو تسريب يعني ليك يعني عضو طاق. تاليته من سألته طلع ياخذ نانوسترويدل صار له أشهر ويشكي من أبدومينال بين، رأسا من سؤالين ربطت الستوري مالته اللي صار له أشهر، قلت له كان عندك ألم؟ قال لي، قلت له تقيؤ؟ قال لي، قلت له هم تحس مرات بحرقة وكذا بلعومك؟ قال سوري بصدرك يعني؟ قال إيه، عرفت إن من الستوري مالته كان عنده ألسر وكان ياخذ نانوسترويدل وهاي الألسر وازدادت 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 إلى أن طقت المعدة مالته. هاي واحدة من الكومبليكيشن مال الألسر. عموما نرجع هنا نكمل، يقول لك الهيومن بينج ار ذا اورلي ريسيرفوير للاتش بايلوري، يعني الاتش بايلوري حصريا تهاجم الهيومن، تمام؟ شلون طريقه انتقالها؟ تسالني كشيء بسيط دكتور هاي شلون تنتقل حبيبي؟ هاي لا ابار ولا غيرها، اورال انجستشن اوف بكتيريميوم، يعني حرفيا ابتلاع البكتيريا. راح تقول لي شلون دكتور يعني بالقعوه واكلها؟ لا لا، عاده تنتقل بالاكل الملوث، خضروات ملوثه بالماء الى اخره، فهي نال فكره زين. إيه راح تهاجم الغاستريك مايكروبيوم. The prevalence is strongly correlated with the socioeconomic condition. وبالنسبة للغاستريك مايكروبيوم هسه راح نجي نشوف شنو القصد، يعني راح تهاجم الميوكوزا وجهاز الحماية مال المعدة. يقول لك الـ prevalence مالته يعني النسبة مالته تعتمد بشكل أساسي على socioeconomic condition، يعني شنو؟ يعني عوامل مجتمعية اللي هي مثلا قلتها smoking، الـ age، الـ gender، هذن عوامل ممكن أن يأثرن على disease، تمام؟ What are the characteristics of the H. pylori؟ هذا هنا حكي حلو دكتور، هل ممكن أني أنصاب بـ H. pylori بس ما سبب لي مرض؟ أي عافية، لأن الـ H. pylori بيها نوعين، نوع نقول عليها pathogenic يعني مرضية اللي هي عادة أن تكون تمتاز بوجود الفلاجيلا، تمام؟ بوجود الفلاجيلا زين، وتفرز إنزيم كلش نحس وخبيث اسمه يورياز، يورياز هذا هو اللي يسبب المرض بالشكل الأساسي، وهو هذا اللي يطلع بالنفس، ولذلك سامعين أكو تيست اسمه يوريا بريث تيست، تمام؟ هي هاي هنا الفكرة، تمام؟ لكن يقول لك أنه الـ H. pylori التي تفتقر لليورياز والتي تفتقر للفلاجيلا، تمام؟ هاي تعتبر non-pathogenic، وهاي non-pathogenic ما تعيش بداخل الهيومن، بينما pathogenic survival in the hostile environments، تمام؟ انه هي تحب تعيش بالهيومن. هذا الفرق بين الباثوجينيك وبين النون باثوجينيك. ملاحظات على التريتمنت، شفت شلون ركزنا على اتش بايلوري وجانا اخذها هسه قصه بشكل حلو. اي بالنسبه للتريتمنت دكتور، انا باكر عقبه من يجيني بيشنت راح اسولف لكم بعدين بالاخير انه شلون يجي للطوارئ، الم ببطنه وتقيؤ واي 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 الى اخره، وسوينا له تيست ولقينا اتش بايلوري. دكتور هل الاتش بايلوري يهمل؟ لاوداتك لازم تعالجه، والا راح نعطيك هسه كومبليكيشن لقدام. ممكن يجيك ارتري طاق، شفت الجاسترو ابيبلوك شلون قريب على المعده؟ الجاسترو ابيبلوك ممكن ان يطق ويصير بليدنج فيجيك يتقيأ دم. ممكن الاورجان يطق ويجيك بيريتونايتس، يجيك اكيوت ابدومن. ممكن تنسد هاي الالسر تسد لك المعده ويظل لك يتراكم ويتراكم ويتراكم بالمعده فيصير جاستريك اوتلت اوبستراكشن. لذلك هاي كلها مجرد انت ما قضيت على البكتيريا. راح تقول الدكتور معناته انا همشي بالعلاج انه اقضي على البكتيريا؟ اي يا حبيبي، سكسسفل اتش بايلوري تريتمنت لما نتعالج الاتش بايلوري بكفاءه وتنطيه انتبايتك يقضي على هالبكتيريا، هذا راح يخلصك من الريكرنت ألسر، راح يخلصك من الألسر اللي رايحه وراجعه. اذا انت اذا ما عالجته بشكل كفو ممكن ان يخلي القرحه تروح وترجع. And eradication of H. pylori worldwide would eliminate most cases of gastric carcinoma. ويقول لك عالميا لو تم علاج الـ H. pylori بشكل صحيح والقضاء عليه بشكل صحيح، سوى بهاي الحالة يخلصنا من معظم حالات الجاستر كانسر. يعني شون هاي الحكاية بالمصدر وكأنما مال تحسر، يعني يقول لك أنه معظم حالات الجاستر كانسر هي بسبب أنه ما صار علاج صحيح للـ H. pylori. إذا شفت شون مجرد هاي البكتيريا بس من تقضي عليها بكورس مكثف انتبايتك وظل تحت المراقبة إلى أن التيست نيجاتيف والمريض ما عنده علامات وأعراض، يلا ذيك الساعة قضيت عليها. أما مو تنطي انتبايتك واحد وروح مع السلامة، هاي جرثومة جرثومة كيوت مع السلامة الله يك، ماكو هيك حكي،
ماكو يجحج. يقول لك إيراديكيشن يعني القضاء، من تزيل هاي البكتيريا من جسمه أنت حتى ممكن تخلص معظم العالم من موضوع الغاستريك أدينو كارسينوما. Reinfection after curative treatment is common. إنه يقول لك ممكن يرجع ينصاب من جديد؟ أي ممكن، حتى لو بعد ما أنت عالجتها. راح تقول الدكتور كان إذا عالجتها شون ترجع له من جديد؟ لا حبيبي ترجع له يعني مو نفس هالبكتيريا، لا ترجع تجي بكتيريا جديدة، تمام؟ Reinfection. راح تقول الدكتور زين إذا Reinfection ليش ممكن إنه شائع؟ مو يا حبيبي أنا لما معدت انصابت بـ H. pylori وصارت الميوكوزا مالتي ضعيفة، ممكن تجيني بعد أي H. pylori ثانية هم تصيبني، وثالثة هم تصيبني، ورابعة هم تصيبني، وبهاي الحالة صرت مكفخة بين قوسين. هذا الميوكوزا مال المعدة من تهف الـ H. pylori يبدي يصير مكفخة، تجي ثانية وثالثة ورابعة، فيصير Reinfection، تمام؟